السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي بتسأل عن فكاسات التصنيع المحلي، والواحد أنه أفضل أنه يصنع فكاسة ولا أنه يشتري فكاسة شركات جاهزات، وشو الفرق بين هاي وهاي، وهاي التفاصيل راح أحكي لكم حاليا بشكل مفصل بسيط بالنسبة لهذه الأمور. طبعا أنا عن خبرة سنتين في التفريخ والتفكيس، وكنت أستخدم اللي هن الفكاسات الجاهزة اللي هي زي البي تي أو والأوسكار وهاي الأمور. وبعدين التجأت اني انا اصنع فكاسات بحالي واشتغل على فكاسات تصنيعي، وشفت فرق، يعني فرق شاسع، سواء في الانتاجية، سواء في التوفير، سواء في انه انت تفرخ يعني نسبة اكبر من الصوصان يفكس عندك، توفر على حالك كهرباء، جهد، غلبة مشاكل، اي خراب، اي اشي انت قادر تصلحه في الفكاسة هاي الصنع المحلي، يعني بشكل سريع وسهل. راح اشرحلكم بشكل بسيط عن الفكاسه من برا. اول اشي طبعا انا عندي توصيلات الكهرباء مجمعها في علب الكبسات، تشغيل ضوء، مراوح، هاي مروحه الشفاط اللي هي بتشفط كل 10 دقائق بتشتغل، بتجدد الهواء اللي جوا الفكاسه، وبرضه هاي بتشتغل لما تزيد عندك الحراره عن الحد المطلوب، بتشتغل مشان تطلع لك الهواء الزياده. راح افتحلكم الفكاسه حاليا وورجيكم اياها من جوا وشرحت عنها بالتفصيل. طبعا انا هاي عاملها فتحه كزاز مشان يعني اشوف اشي بدون ما اضلني افتح الفكاسه. بسم الله. هاي بالنسبه للفكاس، طبعا انا عندي 8 رفوف والرف فيه مقاشين، يعني 16 مقاشه توسع. هاي فكاس توسع 1400 بيضه. بالنسبه للفكاسه عندك موتور التكليب فوق، عندك الضوء، عندك المروحه اللي بتحرك الهواء، حوض رطوبه، وعندك الجهاز الاساسي اللي هو الاكس ام 18 اللي هو مسؤول عن تقليب البيض، مسؤول عن الحراره، عن الرطوبه، عن كل الامور، يعني هو الكمبيوتر الرئيسي تاع الفكاس. طبعا هي الحساس تبعي بيكون هان، وانا نحط هذا الجهاز انا مشان اضلني مراقب انه عندي في كل الرفوف في الحراره والرطوبه نفس الشيء، فيش مشاكل، بس هذا حاطه يعني كفحص. طبعا حوض الرطوبه هي البرنيش تاعه من ورا، هاي الفوق تاعه جاي من فوق اللي بتزود فيه في المي. هاي بشكل بسيط وسريع بالنسبه للفكاس. بالنسبه لاستهلاك الكهرباء، بالنسبه لنسبه التفكيس، انا بديش اقول لكم نسبه التفكيس 100%، يعني خلينا نقول 98% بيعطيك البيض المخصب بفكس. وبالنسبه لتوفير الكهرباء، يعني انا كانت عندي فكاسه 1200 بيضه بي تي او، كانت تسحب مني كل يوم 7 شيكل كهرباء. انا حاليا هاي الفكاسه بتسحب، وهي اكبر 1400 بيضه، تسحب مني كل يوم شيكلين كهرباء، يعني طول الفريق انت بتحكي عن 5 شيكل في اليوم، هذول على شهر، على شهرين، على 3 مبلغ. فما بالك يكون عندك فكاسه ثانيه وحاضنات وهاي الامور، فبدك مصروف كهرباء كبير. واي استفسار، اي شيء، هاي رقم موجود للتواصل، وشكرا.